السلام عليكم، اليوم سأقدم لكم برنامج غني ورائع للكل، برنامج سكرين 2 EXE، برنامج جديد كليا لتسجيل الشاشة فيديو وعمل الشروحات. فكما نعلم هناك برامج أخرى لتسجيل الشاشة فيديو والمعروف للجميع، أما برنامج سكرين 2 EXE فهو برنامج مجاني تماما، بسيط جدا في عمله وفي تشغيله، ويتميز بحجمه الصغير حيث نستطيع من خلاله تحديد جزء معين من الديسكتوب وتصوير ما نقوم به من تشغيل لبرنامج معين أو تطبيق فكرة ما، ثم حفظها بأي صيغة نريد والناتج ملف فيديو. طبعا هذه واجهة البرنامج. الخطوة الأولى Record، نختار Screen Capture يكون Slow or Normal Quick، طبعا أفضل شيء Normal. بعد كذا Start Record. الآن يقوم البرنامج بتسجيل الشاشة، نقوم بشرح أي برنامج نريد، فتح أي شيء خلال شرحي أو فتح أي شيء من الشاشة يقوم البرنامج بتسجيله. بعد كذا بعد الانتهاء من التسجيل يجينا continue or edit. continue and edit طبعا لأنه في إعدادات عديدة في البرنامج. أول ميزة طبعا في الإديتنج Add Annotation، نضيف تكس معين، بالشكل هذا نكبر أو نصغر، ممكن نعدل في الألوان. عندك الميزة الثانية Add Image، ممكن نضيف صورة نقوم بإنزالها من الجهاز وإضافتها على الشاشة أثناء التصوير. ممكن نخليها Full Screen أو نحدد الحجم بالشكل هذا. بعد كذا أوكي. هذه الميزة الثالثة اللي هي Zoom and Focus، ممكن نعمل Focusing على جزء معين نحدده للشرح مثلا من خلال هذا الجزء. ممكن نحدد جزء معين فقط. بعد كذا أوكي. عندنا إضافة موزايك، أو ممكن نغبش ما تبقى من التسجيل، طبعا يكون غير مهم، فإحنا محددين جزء بس، الباقي يكون مغبش أو وايت أو بلاك أو غري. بعد كذا أوكي. في عندك ميزة إضافة delay، add delay، نضيف زمن محدد للفيديو، ممكن نضيف الزمن المحدد ينتهي الفيديو عند هذا الزمن. cut clip، ممكن نعمل cutting للكليب. frame optimize، frame optimize طبعا نختار frame للفيديو من أثناء المراحل. بعد كذا next. عندنا الميزة الأخيرة اللي هي الأوديو ريكوردينج، ممكن نعمل تسجيل للصوت أثناء عمل الفيديو مثل ما أنا قاعدة أسجل، ممكن نسجل صوت أو إضافة صوت خلال الفيديو. برنامج جدا بسيط. طبعا بعد كذا دان ننتقل للمرحلة الثالثة اللي هي طبعا خلاص المرحلة الأخيرة سيف، نعمل تايتل مثلا كذا، نعمل save and save. طبعا برنامج جدا بسيط ومفيد للجميع، خصوصا إذا أردنا عمل شروحات لبرنامج معين أو تسجيل شيء من الشاشة. أتمنى أنكم استفدتم من البرنامج جميعا، شاكرة لكم متابعة.